ما أن سمع المتضررون بقدوم لجنة التعويضات إلى مدينة سامراء وللمرة الأولى حتى تسارعوا إليها عسى أن ينجزوا معاملاتهم التي يصعب على البعض منهم الذهاب إلى مركز المحافظة لإنجازها. احنا نعاني بأن اللجنة يعني كل أسبوعين والثالث يلا يلحق سامراء، نهار سامراء أكبر قضاء بصلاح الدين، والزخمة الحاصل حاليا اللي تشوفوه قدامكم، لأن اللجنة ماكو عندها بناية مخصصة بسامر راح يجون يشتغلون بها براحتهم، الناس هم تاخذ راحتها وما ظل رايحة تكليت وجاي وخسائر، وكل اسبوع يعني اسبوعين وثلاثة الله يلحق سامر يوم واحد، يعني بشار ما يلحقها نهارين يعني. فهاي المشكلة عند نعاني من عندها هواية. طقت علي لاصقة من 2013 ولحد الآن أركض بها، ولحد الآن كل شيء ما استفاديت ولا دينار. أركض وأجيب معاملة وأجيب أوراق وأجيب ما أدري شنو، ولحد الآن كل شيء ما سويت. عندي دعوة ابني استشهد بصحوات، صار له 11 سنة أمشي بيها، لحد الآن هذه لحد الآن ما انجزتها. أجي وأروح لو أشتغل لو ما أشتغل وأرجع، سواها يوم ويوم، كنا نروح يوميا على التكريس، سواها يوم ويوم، سواها باثنين، سواها ثلاثة، سواها بين أسبوع وأسبوع، نروح مرات ما نشتغل نلقاهم مو هناك. يوم واحد فقط في كل أسبوعين. هذا ما تم تخصيصه من قبل لجنة التعويضات لمدينة سامراء وبعض المناطق المحيطة بها. وهذا لا يتناسب مع حجم الدمار الذي طال هذه المناطق، بالإضافة إلى الروتين القاتل المتبع في إنجاز معاملات التعويض. والله هي احنا تجينا من الوحدات الإدارية، عندنا شهداء وجراء، عندنا ممتلكات، الممتلكات بها إجراءات بسيطة يعني كتابين وتدوين أقوال وتقديم طلب للسيد القاضي، بعد تنكشف وراها القرار، والشهداء والجرحى أيضا هاي كتب مخاطباتها طبعا هي كلها سرية، هاي تعرف بريد تاخذ وقت. بعد قدوم اللجنة المكلفة كلجنة مركزية من محافظة صلاح الدين بمتابعة التعويضات الخاصة بمتضررين العمليات العسكرية والإرهابية، تواجد العديد من أبناء مدينة سامراء ممن يمتلكون هذه المعاملات، حيث وفرت اللجنة ذهابهم إلى مركز المحافظة وأرادت اللقاء بهم في مدينة سامراء من أجل إنجاز هذه المعاملات، كون التنقل والعودة أيضا تفق الكاهل المواطن. اليوم المعاملات أعدادها تفوق المئات، وما نتمنى أن تحسم اللجنة عملها مع مواطنينا من أبناء هذه المدينة بالسرعة من أجل إعطائهم استحقاقاتهم. شهداء وجرحى وأضرار أخرى دفع ثمنها المواطن جراء العمليات العسكرية والعمليات الإرهابية، كل تلك الشرائح تسمع بالتعويضات ومعاناتها ولم يجدوا منها شيئا حتى هذه اللحظة. لقناة سامراء مصطفى عبد الحميد، سامراء.